طب احنا عندنا وجبه ايه النهارده عشان الناس بقى النباتيه اللي زي حالاتي هتاكل ايه النهارده؟ هناكل وجبه متكامله العناصر الغذائيه وقليله السعرات الحراريه، فيها بروتينات نباتيه، فيها كربوهيدرات نشويات للناس اللي بتقول، فيها الياف ومعادن، فيها فيتامينات دي، فيها كل حاجه. هناكل سلطه متكامله النهارده في عيش حياتك شيف عمر طبعا. فاحنا هنشوف معانا ايه. عندنا فاصوليا حمراء، السلطه بقى بتاعتنا نشوف مكوناتها. عندي فاصوليا حمراء، الفاصوليا الحمراء دي من الحاجات اللي فيها عناصر غذائيه كتيره جدا جدا اهي، وبروتين نباتي عالي قوي للناس اللي ما بتاكلش لحوم. تمام. وعندي البطاطس، البطاطس دي طبعا نشويات عشان خاطر الناس اللي بتقول دايت ما يبقاش فيه نشويات. عندي الفلفل الالوان علشان المناعه، كل مره اقول لكم الفلفل الالوان يا جماعه عشان المناعه. الطماطم، البصل بيزود المناعه جدا، الذره الصفراء سويت كورن دي برضو غنيه بالعناصر الغذائيه. كل اللي احنا هنعمله موضوع بسيط قوي، الحاجات جاهزه قدامنا مجهزينها، نبدا نحطها على بعض ونحط الدريسنج اللي فيه بقى. هينزل طبعا المقادير قدامكم، في ملح وليمون وكمون ودبس رمان مهم قوي قوي، كل ده هيتحط على بعضه. فالنهارده عندنا سلطه، السلطه هي للناس النباتيين وغير النباتيين طبعا، هنحطها على بعضها. احنا بقى النهارده عندنا فرد من افراد عيش حياتك ايناس عيد ميلادها، فنقول لها كل سنه وانت طيبه. فاحنا عاملين لها النهارده سلطه بمناسبه عيد ميلادها، شفتوا بقى سلطه في عيد الميلاد مش مشكله، كل سنه طبعا وهي طيبه تفضل منوره كده حياتنا على طول، وتاكل بقى هي السلطه النهارده عشان ايه نبقى برضو جاملناها في عيد ميلادها. بصوا بقى السؤال ده من نورهان، هو احنا كده بنعمل السلطه عشان نورهان شكلها تعبان قوي يا جماعه وزعلانه مع خطيبها بسبب التخن. بتقول لي خطيبي بيموت في الاكل، كل خروجاتنا اكل في اكل في اكل، ووزنه زايد قوي قوي، محتاجه حاجه تشجعه. هو عنده 31 سنه بس دلوقتي بقى فوق ال 90 كيلو وهو طويل، هيخس معاكي ولا لا؟ هخسسهولك. اهم حاجه ان انت بتحبيه كده وعماله تشجعيه ومكمله معاه كده باذن الله، ومع اناسيليوم هيبقى افضل كتير. ادي السلطه اهي، هنبدا بقى نحطها كده مع اناسيليوم. يا نورهان اتصلي بالفريق الطبي مع كورس الاناسيليوم، هيخس مش هيحس بملل، هتخرجوا او تاكلوا كل اللي في نفسكم بس مش هياكل كتير طالما هو بيحب الاكل وعنده مشكله في الشهيه. نحاول ان احنا نتحكم في موضوع الشهيه شويه ونقلل له موضوع الشهيه شويه، وده هيقل ازاي؟ هيقل معانا مع الكبسوله الذكيه، مع كبسوله الاناسيليوم. هاتيها له بقى هديه. تمام، هاتي له بقى. ادي يا جماعه السلطه اهي زي ما بقول اهي كده، فيها كل العناصر الغذائية زي ما قلنا علشان خاطر الناس تاكل اللي في نفسها. هاتيله بقى يا نورهان كبسولات الاناسيليوم وكورس الاناسيليوم، الكبسولة الذكية طبعا اللي هتفرق معاه جدا وتسيطر على موضوع الاكل والشهية المفتوحة عمال على بطال، هتفرق معاه قوي قوي. وهاتيله كمان القهوة الخضراء اللي بتفرق قوي قوي في موضوع الحرق، لان هو ممكن كمان يبقى حرقه ضعيف، بس كويس ان هو طويل و90 كيلو هيبدا يقل جدا. هيبقى التحدي بتاعنا خلال اول شهر من 12 ل 15 كيلو علشان خاطر نخس. دي السلطة طبعا كانت ظاهرة قدامكم اهي، بقول بمناسبة عيد ميلاد فرد من افرادنا ايناس.